الليالي وأحيل له اليسد الأسفل. شكرا سيكي جاني مرحبا بحياة الكل بلغكم تحية السيد الوزير وإن شاء الله نستنى في الجلسة هذه بعد تصدر عليها توصيات غابة بفهم الشتاع هي بادرة طيبة وظهر لي أول مرة نعمل هكا ندوة في مدة أحسن دراسية حتى رئاسة الحكومة ما تقترحت أنه نمشي والمكتب العالمي في رئاسة الحكومة ونشوفوا احنا كوزارة شباب الرياضة في مدة أحسن دراسية إيش عندنا وإيش ما عندناش ربما بعد الجلسة هذه نحضروا إلى ندوة ثقافية في رئاسة الحكومة نهار الثلاثاء أو الجمعة ما تفضلون الأسبوع بعد إن شاء الله نحضروا بالبداية إذا كان عندنا توصيات اليوم باش نشوفوا مشاريع واهتمامات بتاع الفرق المدنية في مختلف الجهات إن شاء الله تكون الانطلاقة طيبة في مختلف الجهات حتى الجهة اللي قد ما كانتش فيها انطلاقة طيبة إن شاء الله تكون تجاوزنا الإشكاليات اللي صارت التوصية أخرى من السيد الوزير يحب يبلغها لكم يحب معناتها يؤكد على سلامة المناخ الاجتماعي صلبة مختلف المندوبيات يلزم نكون موجود في اليد الناس الكل نتجاوزوا اختلافات ونتجاوزوا معناتها مصلحة القطاع مش كم ترى بدني فقط كرياضة وشباب زاد كذلك نخدم اليد في اليد إن شاء الله الإشكاليات اللي تم بعض الجزئيات في جهات معينة جدا نتجاوزوها سواء في التفاقم أو في قطاع الشباب أو في قطاع التربية البدنية. بون اليوم اللي يهمنا في قطاع التربية البدنية مش نحكيو على كل شيء مش نحكيو على ما يهم أول حاجة نبدأ بالعنصر البشري ساعة نشوفوا شنو اللي كان في مشكلات تهم العنصر البشري نحكيو عليها إذا كانت مشاكل تهم البنية الأساسية والتجهيزات لازم نحكيو عليها. نبشركم اللي التجهيزات بدات تدخل توا للمخزن المركزي الوزاره ان شاء الله نشرح في التوزيع بتاعها تجهيزات هامه جدا خاصه في الادوات الضروريه للنشاط البيداغوجي كما الكرات عملنا صفقه هامه برشا معناتها عدد كبير ان شاء الله نقترح لسيد الوزير انه السادة المندوبين هم اللي يشرفوا على توزيع التجهيزات هذه سواء في ما يهم المؤسسات التربوية كذلك فيما يهم الجمعيات المدنية خاصة الجمعيات الصغيرة اللي تنتظر في عديد التجهيزات إن شاء الله تكونوا أنتم نعطوكم الحاجيات وأنتم تشرفوا على التوزيع تو نعمل جلسة عمل مع المديرين العامين ونضبطوا الحاجيات في كل جهة قداش لازمها وش الدولة إيش تنجم تعطي الجانب هذا دونك ما نحبش نطول انا في المكتبه نتاعي ماذا بيا نشوف جدول الاعمال كيفاش نعملوه كيفاش نطبقوا المشروع نتاعي شكرا سعاده جدول الاعمال المقترح بينا ناخذه في ثلاث محاور اساسيه تقريبا هي بالنسبه للتربيه البدنيه في جانب الاطار التربوي والجانب التفقد هذه نقطة الأولى، النقطة الثانية باش ناخذوا النشاط الرياضي في الوسط المدرسي اللي فيه مراكز النهوض وفي المسك الرياضي وفي كل ما هو الرياضة المدرسية، يعني هذا النشاط الرياضي اللي هو المحور الثاني باش ناخذ فيه ثلاث محاور أساسية اللي فيها عندكم فيها النشاط. النقطة الثانية اللي هي هامة وهي جديدة بالنسبة لكم هو عملية تقييد الوزارة المناهج